بدينا جيم 1 واخيرا جيم 1 هو براندون واحد خواف خواف ايه بيجي خواف يعرف انه بيخسر ضد فيلجر فقال ما يبغى يكون تراي هارد اقل يا خاف اخسر انت دوم تقول نفس الكلام كل حد يخسر ضد فيلجر و ام بي جي عند نفس الجيم بلاي مبروك بيت هذا يسوي فورورد لير براسه شوف انا خسرت عشان تيجي توسطت فيه كنت اقول تسمع عند الاشياء الجيمكس اوكي هل عند الجيمكس عند هل لعبت ميز دانك اكثر من سماش فور ليش نفسه مسوي المبان هنا مسوي المبان انا اقول لك شيء مات ما يخسر هذا مو مات مو مات مسمينه جونجر جونجر تركني جونجر انا مسوي مات هم مسمينه جونجر هذا شو مسمينه جونجر منو جونجر شو دار انا نكته ما يجيني ما حد يفهمها صح صح انا اتفق صراحه من هاي الناحيه اذا تعرفت يقطع هاي الشخصيه الغبيه هاي الضروي العين شو فالكو يقطع عن درجه اوه ما يعرف يلعب بالمات هم بيجي لا اعرف هذا قلت لك يقارب براسه هذا هذا الجيم بلاي صراحه وايد حلو وين راسي محترق تعال علق صح انت عادي انت بتلعب عادي تلعب ضد مارتي كوكيل تخيل اي اخي الخسران يلعب ضد كيلكس صح؟ ايه يعني الفايز اظن بيلعب ضدك كيلكس ممكن يلعب ضدي توب 8 اخر مره استوى هالشيء في سماش 4 شل اوكي واحد سوى فور التل ايز فسر لي اثنين مرت دقيقتين وصلت واحد بس راح انت فسر لي كيف تسوي ليت كام حق شخصيه عنده سيف؟ هذا شيء ما يشتي اصلا تقدر تسوي ليتش كاب حق شخصية عندها سيف صح سيف؟ والله شاي داون تلت انا اقول لك شخصية عندها داون تلت اوه داون تلت مال كروي مال ميلي نايس جراب اوه اللويد ركرد انقذ كان بينتحر يعني بدون ما يسوي فورت سماش هلا وايد اوه هذول الاثنين بيلعبون على الخصائص يطلع برا برادو ضد سناك في اللوزرز تويتش دوت هذا اوكي برادو ضد سناك اوكي سير هناك الله يخليكم برادو ضد سناك في اللوزرز بس يلعبون الخصائص يطلع برا بعدنا ما وصلنا توب 8 انا قلت لك هاي الشخصيه المفروض ما سوى لها ليتش كام شوف هالمعرق هذا المعرق ها لا تسمع ما اعرف شو السماعه ام بي جي ايه ام بي جي معرق يا اخي وانا اسمع سماعه شو اوكي شفت ما انكسر في ثلاث دقائق ونص باقيه بس ما عند ستوكا واحده فاتوقع ان مارتي بيخسر الستوك قبل الوقت يخلص كراب باك ثرو نايس ما يعرف يسوي كومبوات او ادجارد سيتويشن ادجارد مال هذاك شو اسمه لينك مارتن الثاني اتعلم يسوي ادجارد اوكي شوف في تطور في اللعب اوه نايس اوبشن حلو صراحه منها مارتن ابير واو هي ابير ما اقول لك اسوي فورورد اير براسه واحد صفر حق ام بي جي شوف احسن لعب رسول الثاني اللي اعطيك شباب في رسول الثاني هذا لوزر شو؟ رادو وسناك الخسران يطلع 13 اوه كلم منك الغيب كلم مني صح؟ كلم اسلام اختار بنينجا ليش في تكن هنا صح؟
مش ستريت فايتر 6؟ ما ادري اتوقع لو حطيت ستيم مالي هنا ترى ما هذا ستريت فايتر 6 ولا هم مو بشيء يلعبون ما ادري صراحه الحين ناموا ويتوا بيلعبون الفايز لا الخسران يطلع 13 لوزرز يلعبون الفايز بيلعب ضد جايرو التوبيت حاليا عندنا نايت وسيكو لا عندنا سيكو في الونرز فاينلز بيجاسس وينر سيميز الفايز من هذين الاثنين يوصل لوينر سيميز ليش الفايز من هذين يوصل لوينر سيميز لان بيجي غلب نامو ومارتشي صار ما اعرف شو كيف وصل هالمكان هلا بيتل كل بيتل اي هاي بيسوي هو ها ولا سوى شيء لا هو هو ها قال لعب اوكي سواله يعني تعرف ظلني يعني قص عليه يعني طاح في الفخ خمس مرات سوى عمره ها اوه اوه سماش فور هذا ليش مختار هذا الستيج اذا بيذبح سماش اوه اوكي اوكي براودو فاز جيم هذا فاز جيم الستريم الثاني ياسي يلعبون اوه برادر اوكي Don't tell to do nothing. And بيجي عند الموزة برا الموزة بيجي صح عنده سيزلر براكتس المفروض يفوز اي صح سيزلر براكتس صح سيزلر محجوز الحين ما اعرف محجوز ولا لا خلني طلعونا من السبت اوه تلعب اوكي هذا ما تزعلك برا الموزة هذا يس انتحر شو هالشيء؟ انا اقول لك هاي النينجا؟ ايه عنده عند الستار عند ناروتو ترى هاللعبة حركات اللي فيها غشم حركات ما صارت اوكي ما عاد مسوي لهم نينجا ها سووا غرور ثلاث مرات ما بدي اذبح مو بسماش فور ام بي جي نوتس وايد لو انه بس مارتش يركب تحته ويسوي اب سماش مين بالضبط لا بس كمثل مارتشي مات الفايز يلعب ضد بيجاسوس في الوينرز سيميز فاكثر بتذبح لا طيب كنت قاعد تذبح هذا هالستي ترى نبي اوكي داون تو البرسنت عالي ما بس بس ماش اوكي متعادلين كم باك بوتنشل كم باك بوتنشل خلني اشوف المباراه كان ما يعرف يسوي كومبوات اوكي مفراده من ديد ديد اوكي ها اتقعد مسك الموزه فرع تحت اوه هنا سوى ثرو فروم كومبو شوف حط الموزه قدام عشان تحميه هذا ذكي وايد ذكي كانت فرصته صراحة. افرو ولا كي؟ اوكي. اوكي ناس غراب. دامج 123. بس. اوو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 و
MBG توب 8
كيلكس ومارتي سان بيلعبون، الفايز بيصل تبيت.